طيب دي لقطات الوصول وانت بتتكلم يا كريم واحمد. نعم اتفضل. لا هو مش شرط، انا كنت بقول للكابتن ايمن مش شرط ان القيمه التسويقيه لنادي ما عشان هي اكبر من نادي اخر يبقى النادي ده افضل فنيا او تكتيكيا من الفريق الاقل في القيمه التسويقيه، لان القيمه التسويقيه بيبقى برضه فيها عوامل اخرى غير الكوره بتتدخل فيها، منها مثلا شطاره وكلاء الاعمال، المنطقه اللي احنا اوريدي بنتكلم على انتقالات اللاعبين فيها، احنا برضه بنتكلم المكسيك واحده من الدول الرائده في كره القدم في العالم، فبالتالي اكيد ولاعيبه المكسيك دايما منتشرين في الام ال اس الدوري الامريكي، والدوري الامريكي هناك مرتبات كويسه، اللعيبه المكسيكيين برضه واحد من التارجتس اللي بيتاخدوا في اوروبا، فاكيد طبعا مساحه تداول الاموال في المنطقه دي اعلى بكتير من مساحه تداول الاموال في افريقيا والشرق الاوسط. مظبوط تمام. طيب هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن حاجات كتيره جدا تخص المباراه دي، قيمه تسويقيه طبعا للانديه المشاركه في كاس العالم. طيب اقول لكم تشيلسي ولا يا ابني شيل الحاجات دي من على الشاشه بسرعه بسرعه. سمير تشيلسي مش سامع تشيلسي فجوه كبيره يعني عشان ده في فجوه كبيره جدا ما بين تشيلسي والتاني بالميرس يا كابتن ايمن. طبعا يعني قول لنا يا كابتن ايمن، لا قول انت تشيلسي يا كابتن عشان انت كمان طب أنا انت راجل امريكاني فبتطلع من بقك حلو. انا هقول لك انا هبدا بمونتيري. ما خدتش بالي تشيلسي اخباره ايه. لا نبدا طبعا بتشيلسي الانجليزي طبعا. 886 مليون يورو القيمه التسويقيه كابتن اسلام، بعد كده بالميراس البرازيلي 180.90 مليون يورو يعني تقريبا 181 مليون يورو، مونتيري المكسيكي 85.90 او 85.90 يعني برضو تقريبا 86 مليون يورو. الهلال السعودي يا كابتن اسلام بعد الاضافات الكبيره اللي عملها الفتره اللي فاتت ارتفع ل 60 مليون يورو و43 يعني تقريبا بتتكلم عن 60 مليون يورو ونص. النادي الاهلي المصري 31 مليون يورو 31.43 يعني 31.43، والجزيره الاماراتي اخيرا 19 مليون يورو و37.